صباح الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج روشتة كيرزون. حلقتنا النهاردة عن أمراض الأنف والأذن. معنا ومعكم الدكتور عادل راضي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. تمام؟ تمام. نبدأ حلقتنا. إن شاء الله. أولا يا دكتور، الأذن بتنقسم إلى 3 أقسام: أذن خارجية، أذن وسطى، أذن داخلية. تمام. تمام؟ عايزين نوضح الرسم التوضيحي للأذن شكلها إزاي؟ تمام. فعلا هي الأذن تنقسم إلى 3 أقسام: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. تمام. الأذن الخارجية اللي احنا شايفينها كلها اللي أدي صوان الأذن وقناة السمع الخارجية. تمام. الأذن الوسطى عبارة عن حجرة. تمام. فيها طبلة الأذن. وعظيمات السمع. تمام. الأذن الوسطى فيها فتحة قدامنا صورة على الشاشة دلوقتي. بالظبط كده. الفتحة اللي تحت دي الأذن الوسطى اللي هي لونها أخضر. تمام. تمام. من الأسفل كده في قناة، دي قناة مهمة جدا، هي قناة ستاكيوس. تمام. اللي موصلة من خلف الأنف للأذن الوسطى. تمام. ودي ليها أهمية كبيرة جدا في أسباب وعلاج معظم أمراض الأذن الوسطى. تمام. الأذن الداخلية واللي هي موجودة في العظم اللي في الخلف الأذن دي اللي هي بنقول عليها مركز التوازن، وبيكون فيها العصب السمعي. تمام. الأذن الخارجية لها أهمية بنفس أهمية الأذن الوسطى، بنفس أهمية الأذن الداخلية، كلهم بيشتركوا مع بعض في أداء وظيفة الأذن. تمام. الأذن ليها فايدتين، هي السمع والتوازن. وهنتكلم بقى على على كل كل قسم على واحدة. تمام. نبدأ بالأذن الخارجية. الأذن الخارجية. تمام. الأمراض اللي بتصيب الأذن الخارجية ايه اولا؟ في بعض التشوهات الخلقية اللي موجودة في الأذن الخارجية. تمام. اللي بيبقى في مثلا أذن الخفاش، الودن كبيرة شوية، الودن صغيرة شوية. تمام. ومن فضل الله برضو ان هي مش كتير قوي ونسبتها مش كتير. لها علاج؟ وليها علاج، غالبا بيبقى علاج جراحي. تجميلي يعني ولا؟ علاج جراحي، يعني في حاجات تعويضيه وفي حاجات ممكن بجراحات بسيطه جدا بترجع الودن للشكل الطبيعي. تمام. ومن فضل الله زي ما احنا قلنا ان هي برضو مش نسبتها مش عاليه قوي. أشهر حاجة بتيجي في الأذن الخارجية هي وجود مادة شمعية في الأذن الخارجية. معنا صورة توضيحية برضو للشمع. مظبوط. مظبوط. تمام. المريض هنا بيحس إن في حاجة غريبة موجودة في ودنه. بيحس إن هو مش سامع كويس، حس إن ودنه مكتومة، وبرضو الحمد لله إن الشمع مش بيأثر بنسبة عالية. تمام. على السمع بنسبة 5%. بس بنسبة كبيرة الشمع بيكون موجود زي في الصورة كده. وليه ألوان مختلفة، وفي بعض الأحيان بيبقى لونه عامل زي لون التلج، وأحيانا بيبقى لونه مخدر، يعني لون الشمع بيختلف من شخص للتاني. طب الاختلاف ده بيكون بيختلف من شخص للتاني على حسب الغدد الشمعية. معينة يعني. لا لا لا، على حسب الغدد الشمعية. شفنا حاجات كتير قوي وألوان كتير من من أنواع الشمع دي. تمام. هو الشمع ليس مرض، ولكن هو عبارة عن نشاط زائد في الغدد الشمعية. هو الشمع أصلا ربنا خلقه لتنظيف الودن. تمام. أي تراب، اي حاجات الماده الشمعيه دي بتمتصها وبتطلع مع تيارات الهواء. تمام. ولذلك احنا بنقول كلمه مشهوره ان ربنا خالق الودن بتنظف نفسها. يعني ممنوع ان احنا نلعب في الودن باي حاجه. ده بيحصل كتير. يعني. لا في مش عارف عود عليه قطن ولا ندخل حاجه، ده يعني غير طب. ده سبب ايه يا دكتور؟ لا ده احنا بنشوف منه مشاكل كتيرة جدا. يعني اللعب في الودن بالعود اللي عليه قطنة ولا 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 بالحاجات تانية. مش عايزين نقول عليه عشان الستات ما يزعلوش مننا، البنسة بقى والحاجات اللي زي كده، دي حاجات بنشوف منها مشاكل كتير. اولا التهابات، خراريج، و
احيانا عفويا بنأذي طبلة الودن. ممكن يعمل لها ثقب؟ ده بيبقى فيه تدمير لطبلة الودن. لان الطفل لو اتحرك وانت بتنظف الودن بأي حاجة انت مش هتاخد بالك والطفل مش هياخد باله والطفل هيتألم هيصوت. ليه؟ لان انت لمست طبلة الودن وشفنا مشاكل كتير قوي. فما ننساش الكلمة دي. الودن ربنا خالقها تنظف نفسها. تمام. لو سبناها في حالها لا هيحصل فيه اي حاجة. تمام. تمام. في بعض الاحيان بيبقى فيه نشاط زائد للغدد الشمعية. زيها زي ايه؟ مش في شخص بيعرق كتير؟ دي بتبقى الغدد العرقية عنده نشيطة شوية. فبعض الناس بيبقى عندهم الافرازات بتاعت الغدد الشمعية زيادة شوية. طب بالنسبة للثقب في صورة توضيحية نفس ثقب الاطفال؟ لا، ده الثقب الودن ملوش يعني، ده في الاذن الوسطى. لكن احنا في المادة الشمعية دي يعني ملهاش مضاعفات قوي غير ان هي ممكن تضعف السمع شوية. ولما تكون قريبة من طبلة الودن بتعمل بعض الآلام الخفيفة وقد تؤدي إلى نوع من أنواع الطنين أو الدوخة بصورة بسيطة شوية. ولكن الشمع، لكن بعد علاج الشمع بيرجع طبيعي. الشمع علاجه بسيط جدا. هو تنظيف الودن بالزبط. ممكن بالشفط أو بغسيل غسيل الودن البسيط دون. المريض في دقيقة واحدة بمجرد ما 3 دقايق بيبتدي يسمع كويس، ودنه تبقى عادية خالص، ونديه النصايح اللي احنا قلنا عليها. لو ساب الودن لوحدها ما فيش فيها أي مشاكل خالص. التشخيص مهم يا دكتور، إذا كان حتى لو في نسبة طنين قليلة أو ضعف سمع قليل. طبعا، لأن ممكن يتراوح ما بين شوية شمع صغيرين إلى أي التهاب في العصب أو أي مشاكل في العصب. تمام. بالنسبة للأذن الخارجية برضو بتصاب بنوع من أنواع الفطريات. ودي أصبحت مشهورة شوية، وأصبحت الفطريات عنيفة شوية مش زي زمان. الفطريات ابتدت تكتسب مناعة برضو من سوء استخدام الأطرات بتاعت مضادات الفطريات والحاجات اللي زي كده. زي ما البكتيريا ابتدت تاخد مناعة، زي ما الفطريات برضو ابتدت تاخد مناعة. التهاب الفطري في الأذن الخارجية ده التهاب بسيط جدا ولكن مهم. ليه؟ المريض بيشتكي بحكه شديده. يعني المريض طول ما هو قاعد عمال ينكش في ودنه، عمال يلعب في ودنه ومسببه له احراج ومسببه له الم. طب ده بسبب ايه الهرش؟ لانه بيعمل الريتيشن للعصب بتاع الودن. تمام؟ تمام. الفطر كمان ممكن ينمو ويكبر ويسد الودن. يدي اعراض برضو ان الودن مكتومه والودن ايه؟ مسدودة. تمام. علاج الفطر علاجه برضو بسيط قوي، بندي مضادات للفطريات. تمام. احيانا بنستخدم بعض الكريمات او بعض المراهم علشان نمنع ان الفطريات دي ترجع تاني. ولكن التهابات الفطرية ولله الحمد برضو قليلة، مش من الحاجات المزعجة قوي، وكلها حاجات بسيطة وسطحية غير مزعجة على الاطلاق. في بعض الأحيان بتيجي التهابات في القناة السمع أو الإكزيما. الإكزيما. دي برضو معنا صورة توضيحية ليها برضو. بالضبط كده. الإكزيما بتاعت الأذن الخارجية بتعالج بمضادات للحساسية، وأحيانا بنستخدم بعض المضادات الحيوية، وأحيانا نستخدم برضو بعض المراهم والحاجات اللي زي كده. دي فعلا الإكزيما. فبرضو أمراض الأذن الخارجية ولله الحمد من الحاجات البسيطة اللي سهل السيطرة عليها، ما بنخافش منها. في بعض الأحيان في بعض الأورام بتحصل في الأذن الخارجية ولله الحمد برضو. شكلها مقلق يا دكتور. هي مزعجة للأم وللمريض. يعني الأم فعلا لما تشوف ابنها ودنه بقى محمرة وورمة وفيها قشور وحاجات زي كده، لكنها سهلة العلاج جدا وسهلة السيطرة عليها خالص، ما فيش فيها أي حاجة. بتحصل أكتر للأطفال اللي بينزلوا حمام سباحة. بتنزل يعني الحاجات اللي زي كده. طب بالنسبة للسن الكبير برضو نفس القصة، ما فيش فيها أي يعني ما لهاش مضاعفات مزعجة. لا، هي كلها في الجلد. تمام. بتاع قناة السمع الخارجية من السهل جدا السيطرة عليها، من 4 لـ6 أيام بتبقى الأمور كويسة جدا، ما فيش فيها أي مشاكل مزعجة ولا أي حاجة. الأذن الخارجية. الأورام بقى.
الاورام ولله الحمد، ولله الحمد ان الاورام بتاعه الاذن الخارجيه برضو مش كتيره، يعني منها النوع الحميد ومنها النوع الخبيث. النوع الحميد يعني بعض الاورام كده احيانا بنشوف حته عظمه زياده، معانا صوره برضو توضيحيه، لكن ما بقاش فيها مش مزعجه ولا اي حاجه. واحيانا برضو فيها بعض الاورام اللي هي بتيجي في القناه، ايه بالظبط كده، دي برضو بعض الاورام اللي هي بتيجي في الاذن الخارجيه، ولكن برضو ولله الحمد بتبقى سهل السيطرة عليها، لأنها تشخيصها كمان بيبقى سهل لأنها ظاهرة. ما الأذن الخارجية دي أنا شايفها وأنت شايفها. طب بالنسبة والمريض شايفها للأورام كده، بيكون تخصص أنف والأذن ولا الأنف بيروح مع والأذن؟ الأورام؟ لا لا، التخصص الأنف والأذن. يعني طب علاجها إيه؟ لا، بيبقى استئصال جراحي طبعا. جراحي. استئصال جراحي يعني في الغالب. في الغالب. تمام. لان هي بتبقى اورام موضعيه وبتكتشف وبتعبر عن نفسها بدري، غير الاورام اللي بتبقى مستخبيه مثلا في حته الداخليه ولا اي حاجه بنكتشفها بالصدفه او بنكتشفها متاخر. لكن دي في الاذن الخارجيه بتبقى باينه وبتبقى موضحه نفسها وظاهره، ولله الحمد بيبقى سهل العلاج بتاعها ونتائجها هايله وما بقاش فيها اي مشاكل خالص. المشكلة الأكبر دايما في الأذن الوسطى والأكثر انتشارا، بالأخص في الأطفال. بالأخص في الأطفال وفي الشتاء. وبالأخص في الشتاء. ودايما لو احنا قلنا برضو في المقدمة إن أنبوبة استاكيوز هي مدخل كل الأمراض بتاعة الأذن الوسطى، معظم أمراض الأذن الوسطى مدخلها أنبوبة استاكيوز أو قناة استاكيوز. تمام. الأطفال بينزل الصبح المدرسة أو الحضانة، بيتعرض لنزلات برد، بيتعرض لتراب، بيخش المدرسة زميله اللي جنبيه بيعطس، ممكن يتعدي منه، ممكن يوصل له أنفلونزا. مدخل الميكروب للأذن عن طريق الأنف أو الحلق. أهم سبب من أسباب التهاب الأذن الوسطى هي التهابات الأنف والتهابات الحلق. الميكروب يوصل الأذن الوسطى عن طريق أنبوبة استاكيوز، ويبتدي الميكروب يبتدي يعمل التهاب في الغشاء المخاطي المبطن للأذن الوسطى. ده التهاب الحاد. ده التهاب الحاد اللي بيعمل رشح، اللي يبتدي مش صليب، يبتدي الأول رشح في المناخير ويبتدي زيه بالظبط حاجة اسمها رشح في الأذن بالظبط، أو ارتشاح مائي خلف طبلة الأذن، يعني الفراغ الهواء او سوائل. المفروض الاذن الوسطى هواء. يبتدي لما يحصل التهاب في الغشاء المخاطي زي ما بيحصل رشح في المناخير بالظبط، يبتدي رشح في الاذن الوسطى، الغشاء المخاطي المبطن للاذن الوسطى يبتدي يفرز سوائل، نقول عليها ارتشاح مائي خلف طبلة الاذن او سوائل خلف طبلة الأذن. أو المريض يقول لك عندي مية ورا الطبلة. بالظبط. المية دي يبتدي بقى الميكروب يشتغل، تتحول إلى صديد. يبتدي بعد فترة. لا، هي بتبقى سريعة، يعني مش في خلال ساعات. لأن وبتعتمد برضو على قوة الميكروب، يعني في فيرولنت أورجانيزم كده بيعمل لك الحاجات دي. بعض الكتب طب بتقول إن لما يكون صديد أو الالتهاب الحاد يعني من نسبته لحد ما تتعداش الثلاث شهور. لا، ثلاث شهور ده احنا دخلنا في التهاب المزمن. التهاب مزمن هو بيقول لك بعد الثلاث شهور بيكون صديد. لا، الصديد بيتكون من اول يوم. الطفل لما يقومك من النوم الساعه 2 بالليل يصوت من ودنه يبقى فيه صديد. الصديد ده بيضغط على الطبله. يسبب لك الالم الشديد ده. تمام. تمام. ساعه ما يحصل ثقب صغير في الطبله كده تلاقي ايه، الصديد طلع بره. ده التهاب حاد. لان هو لسه في خلال الاسبوع الاولاني، في خلال اليوم الاولاني، الصديد بيتكون في اليوم الاولاني على طول. تمام. يبتدي الصديد يزق في الطبله، يعمل خرمه صغيره، تلاقي الصديد ايه؟ طلع بره. ده الالتهاب الحاد للاذن الوسطى عند الاطفال. بيتم سحب الصديد ازاي؟ عن طريق الانف ولا الاذن؟ برافو عليك. احنا قلنا ان الميكروب بيخش عن طريق الانف، عن طريق انبوب استاكيوز. يبتدي يعمل سوائل، يبتدي يعمل صديد. لو المريض جالنا في الفترة الأولانية دي، تمام، نقدر ندي مضادات حيوية
معينه مخصصه للاذن الوسطى. تمام. في مضادات حيويه مخصوصه للميكروبات اللي بتسبب التهابات الاذن الوسطى. تمام. واحيانا بنلجا للايه؟ للحقن. اه. نقدر نسيطر على التهاب الاذن الوسطى قبل ما يحصل ثقب في طبلة الودن. احنا بنقسم فعلا التهاب الاذن الوسطى الى ما قبل الثقب وما بعد الثقب. تمام. طريقة العلاج دي غير طريقة العلاج دي. قبل ما يحصل ثقب بندي مضادات حيوية، بندي حاجات نفتح بيها قناة استاكيوز، بندي حاجات مضادة للحساسية ومضادة لاحتقان الأنف. تمام. بحيث ان احنا نسيطر على الالتهاب والميكروب يموت بسرعة قبل ما يعمل ثقب في طبلة الودن. تمام. لو حصل الثقب في طبلة الودن ولقينا الصديد، نبتدي بقى ايه؟ نشفط الصديد، ننظف الايه؟ الصديد. ومن فضل الله ان برضو ثقب الاذن او ثقب طبلة الاذن في الاطفال الصغيرين ما بنخافش منه خالص، لانه قوة النمو بتاع الاطفال وسرعة النمو بتاع الاطفال في خلال 48 ساعة بنلاقي الثقب ده. طب بالنسبة لو الرشح او الصديد مخاطي قوي يعني تقيل، تمام، هتحطوا انابيب ولا لا عشان التهويه؟ انابيب التهويه اللي بنحطها في الاذن دي في مرحله سوائل خلف الطبله. لما يكون في ارتشاح مائي خلف طبله الاذن لا يستجيب للعلاج. تمام. لو استجاب للعلاج خلصت المشكله. طبعا. لو ما استجابش للعلاج في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نحط انابيب تهويه في الاذن. تمام. ودي بتبقى انابيب صغيره مجهريه كده بنحطها لفتره من الفترات، واحيانا بنطولها شويه على حسب برضو الايه؟ الاسباب. تمام. والقصه بتنتهي على خير. وكل ما الطفل يكبر في السن كل ما انبوبه استاكيوز بتاعته تكبر، كل ما هيستغنى عن الانابيب التهويه اللي احنا بنحطها. تمام. لان في واقع الامر انابيب التهويه اللي احنا بنحطها بتبقى بديل عن أنبوبة استاكيوز اللي هي مقفولة عنده أو ضعيفة أو قصيرة شوية أو مش شغالة مظبوط. تمام. فكل ما الطفل بيكبر ما بنشوفش بقى المرض بتاع الإيه؟ مية ورا طبلة الودن ده. تمام. وبيستغنى عن أي أنابيب التهوية. تمام. طب في أسباب تانية للالتهاب عند الأطفال ولا هو بس الرشح؟ لا، هو سبب الالتهاب ميكروب. تمام. لكن مدخل الميكروب من الأنف أو الحلق. تمام. يعني الميكروب ما بيخشش من هنا، لا، الميكروب بيخش عن طريق الانف والحلق. طب اي التهاب في الانف، اي التهاب في الجيوب الانفيه، اي التهاب في الحلق، اي التهاب في اللوز، الميكروب ممكن يوصل للاذن الوسطى ويعمل التهاب حاد في الاذن الوسطى. تمام. بيعالج سريعا، الامور بتنتهي تماما، حتى في الاحوال اللي بيحصل فيها ثقب في طبله الاذن. بنطمن برضو الناس، مفيش خوف، طريقة العلاج موجودة والثقب بيلتئم سريعا. تمام. وضع الرضاعة الغلط هل بيسبب التهاب؟ دي من أحد الأسباب المهمة جدا لحدوث التهابات في الأذن الوسطى. تمام. الطفل لازم يبقى في الوضع الرضاعة الطبيعي اللي ربنا خلقه 45 درجة. تمام. بعض الأمهات مثلا الطفل صحي بالليل وهو نايم ترضعه وهو نايم. تمام. مثلا او ترضعه في وضع النوم. الطفل هنا بيشرق. تمام. اللبن بيخش في قناه استاكيوز، يبتدي يعمل ايه؟ كده يدخل عن طريق الحلق، صح؟ ما هو بيشرق. دخل الايه؟ اللبن في انبوبه استاكيوز، ابتدى بقى الالتهاب يشتغل في الاذن الايه؟ الوسطى. ودي حاجه مهمه قوي. تمام. وبننصح بيها، لكن دلوقتي اعتقد ان المعلومه دي يمكن معظم الامهات بقى عارفينها. يعني وحافظينها، يمكن بس مثلا البنات الصغيرين اللي لسه يعني ما جداد بيبقى الموضوع ده بيبقى جديد عليهم. لكن مهم جدا وضع الرضاعه بالنسبه للاطفال، لازم يبقى في الوضع الطبيعي للرضاعه اللي هو 45 درجه. تمام. ده الوضع الطبيعي. تمام. لكن الطفل يرضع وهو نايم على السرير ده لا، غلط. سواء رضاعه طبيعيه او سواء رضاعه صناعيه، لازم يبقى في الوضع الطبيعي للرضاعه. تمام. اسباب ضعف السمع عند الاطفال. تمام. مهم قوي. ضعف السمع الاطفال برضو ليه اسباب كتير قوي. ابتداء برضو من وجود ماده شمعيه في الودن. بتضعف السمع. تمام. برضو بعض الالتهابات الفطريه. تمام. التهاب الاذن الوسطى. تمام. سواء في سوائل ورض، يعني
هو اكبر سبب في للاطفال في ضعف السمع عندهم هو وجود الايه ميه ورا طبله الودن او الارتشاح المائي خلف طبله الاذن. تمام. ده اللي احنا بنشوفه كتير قوي في السن الصغير، وخصوصا في السن كمان دخول المدرسه، ونهتم بيه لان ده سن التحصيل. الطفل لو دخل المدرسه وسمع الكلمه غلط هيرددها غلط ومش هيتابع الدرس كويس، فالفتره دي بنقول عليها سن التحصيل، لازم يكون سمعه كويس. المفروض في مراقبه في البيت، فبنهتم جدا بالقصه بتاعه ميه ورا طبله الودن دي او سوائل خلف طبله الاذن. تمام. علشان السن ده هو اللي الطفل بيحصل فيه، لازم يبقى سامع كويس، لازم يبقى منتبه في الايه في الفصل كويس. تمام. فدي ولله الحمد برضو ان هي من الحاجات البسيطه وسهله العلاج وما فيش منها اي مشاكل. تمام. بعض العيوب الخلقيه بقى اللي هو الطفل بيبقى مولود بيها، ان العصب ضعيف او اللي كده، دي اللي احنا بقى بنسمع بقى عن زراعه القوقعه، او ان الطفل ده اللي بالسماعه، او الحاجات اللي زي كده. ده زراعه القوقعه اللي مش بيسمعوا خالص ولا لا، زراعه القوقعه ليها كرايتيريا معينه وليها يعني اطفال معينين ان احنا بنحط لهم، لكن تمام. زراعه القوقعه من الحاجات اللي اصبحت برضو دلوقتي سوري بقى من الحاجات اللي اصبحت سهله وبسيطه، وما في والتقنيه بتاعتها بقت عاليه جدا، والجزء الجراحي فيها يعني بقى معظم الدكاتره متدربين عليه. تمام. ونتائجها هايله قوي. تمام. ولله الحمد ان هي برضو يعني احنا من اوائل الـ الـ البلاد اللي عملت زراعه قوقعه في الـ في, الـ في الشرق الاوسط. تمام. من زمان يعني احنا زراعه القوقعه موجوده في مصر بقى دلوقتي يمكن اكتر من 20 سنه. مش حديثه يعني، ولا لا، احنا بنزرع قوقعه في مصر من زمان، وعمليات ناجحه بنسبه 100%، ما فيش فيها يعني قلق ولا اي حاجه. تمام. بالنسبه للاذن الداخليه، ايه هي الامراض اللي بتصيب الاذن الداخليه؟ طيب، الاذن الداخليه زي ما احنا قلنا الودن ليها فايدتين. تمام. السمع والتوازن، والاذن الداخليه هي اللي فيها العصب بقى بتاع الودن، العصب السمعي تمام. ويبتدي بقى ايه الطبله تبتدي توصل الصوت لعظيمات السمع الى الاذن الداخليه الى الشعيرات بتاعه الايه العصب، ونسمع ايه كويس. تمام. الاذن الداخليه هي مركز التوازن، فيها قنوات هلاليه وفيها القوقعه وفيها دهليز الايه الاذن. ليها فايدتين زي ما قلنا، السمع والتوازن. تمام. الاذن الداخليه حساسه جدا، ولذلك ربنا برضو حميها جوه. وهي قريبه جدا للمخ. تمام. لازم نحافظ عليها قوي ولازم نهتم بيها جدا. من اشهر الامراض بتاعتها هو الدوخه، عدم التوازن. بالظبط. ودي حاجة من الحاجات اللي لازم لما تحصل نهتم بيها قوي. والمريض يتفحص تماما. بس في ناس كتير يا دكتور عندها دوار او عدم اتزان بتروح لتشخيصات تانية ما يجراش حاجة، لان ما يجراش حاجة، هو نفسه مش بيعرف ان الدوار او عدم الاتزان بيكون الدكتور هيعرف، الاذن الداخلية الدكتور هيعرف، واخد بال حضرتك ازاي؟ لان الدوار ده في اسباب يحس بيها الاذن الداخليه. تمام. وفي اسباب في الاذن الداخليه نفسها، يعني مركز التوازن اللي موجود في الاذن الداخليه يحس مثلا بان السكر ارتفع. لما مريض السكر يعلى بيحس بدوار برضه. بيحس بدوار. تمام. في الحاله دي هنعالج السكر. تمام. فالمريض لما يروح للدكتور البطن او هيجي لدكتور الانف واذن وهيشخصه مظبوط هيوجهه مظبوط. فاحنا لازم نهتم، يعني التشخيص مهم في الموضوع بالظبط كده، لازم نهتم بالدوار جدا جدا جدا، سواء راح للدكتور امراض بطن، سواء راح لدكتور امراض عصبيه، سواء راح لدكتور امراض انف واذن هيوجهه مظبوط. تمام. لان احنا قلنا الدوار بينقسم الى حاجتين، أمراض يحس بيها مركز التوازن زي الضغط المرتفع، زي السكر،
زي في عندنا مثلا اختلال في وظائف الكبد، اختلال في وظائف الكلى، كل الحاجات دي ممكن تعمل دوار. الانيميا الانيميا تعمل دوار. نسبة بس الدوار مش عدم فقدان للذكاء او للذهن نفسه. لا يعني حتى وفي حاجه مهمه والسمع كويس. يعني يكون سامع اللي سامع السمع هنا كويس حوالي. يبقى هنا في دوخه بس لكن معهاش ايه ضعف في السمع. لان في بعض الامراض بيبقى فيها دوار مع ضعف سمع، ضعف في الايه؟ السمع، في السمع. تمام. فالامر الجزء الاولاني من الامراض اللي هو مثلا في مشكله في الضغط او مشكله في السكر او مشكله في الكبد، مشكله لازم نعالج الايه السبب بتاع الايه الدوار، وهو ننظم السكر. تمام. والحاجات اللي زي كده. الامراض بقى اللي هي بتيجي في مركز التوازن نفسه، الاشهر حاجه هو الالتهاب الفيروسي لفيستبيول الودن او دهليز الاذن، الغشاء المخاطي لدهليز الاذن، بيبقى برضو بيحصل لنتيجة لنزلات البرد والانفلونزا والحاجات اللي زي كده. تمام. الفيروس بيصيب الغشاء المخاطي اللي مبطن لدهليز الايه الاذن الداخليه. تمام. وفي الحاله دي بيبقى في الايام الاولانيه او الفتره الاولانيه بيبقى الدوار شديد. بيبقى فعلا دوار شديد لدرجه المريض مش قادر يجينا، غالبا احنا اللي بنروح للايه للمريض. بيبقى مصحوب برضو بارتفاع في درجه الحراره احيانا. تمام. بيبقى فيه برضو بعض الالام. تمام. زيه زي اي التهاب في الفيروسي. الالتهابات الفيروسية برضو من فضل الله ان احنا بنقدر نسيطر عليها. تمام. ببعض العلاجات البسيطة، مضادات الدوار والحاجات اللي زي كده. تمام. في التهابات للأذن الداخلية، التهابات بكتيرية. دي بتبقى أصعب شوية. تمام. وغالبا برضو بتبقى نتيجة لالتهاب مزمن أو صديد في الأذن الوسطى ووصل إلى الأذن الداخلية. تمام. دي بيبقى بقى يعني معاها فقدان في السمع شوية. لأن دي بتبقى يعني، وبرضو الحمد لله إن هي نادرة قوي، لكن بتحصل وبنشوفها كمضاعفات من التهاب الأذن الإيه الوسطى. لما يكون في صديد مزمن وصل للأذن الداخلية نبتدي هنا الأمور تبقى أصعب شوية. تمام. بس التشخيص هنا سهل، لمجرد ما الواحد بياخد الهيستوري من المريض. تمام. والتاريخ المرضي كويس بنقدر نوصل لسبب الدوار او سبب عدم الاتزان بسرعه، عشان يبقى العلاج بسرعه. لان برضو في حالات اللي هي الالتهاب الصديدي ده لابد ان العلاج يكون سريع عشان نحافظ على محتويات الأذن الداخلية ونحافظ على السمع. تمام. في بعض الأورام بتصيب العصب بتاع الأذن الداخلية. تمام. ودي بنشخصها بالأشعة المقطعية وبرضو اللي هو الرنين المغناطيسي. هو أغلب المرضى يا دكتور بيبقى شاكين إن في ورم. نادر نادر نادر. ما وبرضو من فضل الله ان هو بيعبر عن نفسه بدري. يعني بيعبر عن نفسه بالدوار وضعف في السمع. فبمجرد ما بنعمل اختبار سمع بسيط شكل الكيرف بيبقى باين جدا ان دي في حاجه في الايه في العصب السمعي. نعمل على طول اشعه مقطعيه بنكتشف الايه الموضوع وبنبتدي العلاج على طول. واحيانا حتى يعني بنضطر ان احنا نتدخل جراحيا والنتائج ممتازه. تمام. يعني العصب بتاع الودن لما يقول في اورام وحاجات زي كده ما نخافش، الموضوع بتاعه ممكن السيطره عليه مباشره. نوض اتصال تليفون للاستاذ حنان. اتفضل. اتفضل يا استاذه حنان. اي السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور يا فندم. اتفضلي يا فندم. دكتور كنت عايزه استفسر عن مشكله عندي. بابايا واخويا دايما عندهم مشكله صوتهم بيبقى عالي جدا وهم نايمين لدرجه ان انا بفوق من النوم. دي بتبقى مشكله في ايه بقى؟ قصد حضرتك يبقى في مثلا خنفره او تشخير بالليل بصوت عالي جدا.
تمام. هنتكلم فعلا عن اسباب التشخير. التشخير ليه اسباب كتير، ممكن تكون في اسباب في الانف زي اللحميات وانسداد الانف واورام، ممكن يكون على مستوى الحلق هنا، ممكن يكون تضخم في اللوزتين، ممكن يكون ارتخاء في اللهاه. المحطة الثالثة في هنا عظمة بتبقى أحيانا ضيقة شوية بتكون هي السبب. فأهم حاجة في التشخير هو معرفة السبب، لأن احنا ممكن نعمل عملية في الأنف والمريض يفضل يشخر. دلوقتي في معمل اسمه معمل النوم، المريض بيروح ينام 8 ساعات تمام، وبنقدر ونشخص مظبوط سبب أو المريض ده محتاج أي نوع من أنواع العمليات. الانسداد فين؟ لو الانسداد في الأنف أو مجرى النفس في الأنف مش واسع نبتدي نعمل عملية على مستوى الأنف. لو المنطقة بتاعت الحلق أو منطقة بتاعت اللهاه هي اللي مشكلة بنعمل عمليات دلوقتي حتى بالليزر والحاجات زي كده، وبتبقى تحت بنج موضعي وبتجيب نتائج هايلة. فلابد إن احنا نعرف سبب التشخير إيه، سبب الصوت العالي إيه، وبرضو يعني التشخيص سهل مش صعب ولا اي حاجه، بمجرد بس ما بنعمل معمل النوم ممكن نعمل اشعه مقطعيه بسيطه تمام، بنعرف السبب فين، الجزء اللي هو مخنوق فين ونبتدي نوسعه تمام. كان زمان بنعمل ايه العمليات الجديده بتاعه التشخير دي، لكن معمل النوم ده يعني اضاف اضافه قويه جدا برضو مع الاشعه المقطعيه، لان لازم نحدد المريض او مجرى النفس مخنوق فين. تمام. لو على مستوى الانف هنعمل عمليه في الانف والمريض التشخير هيروح مش هيبقى فيه اي مشكله خالص. تمام. احيانا مجرد بس ان احنا بنشيل اللوزتين بنوسع مجرى النفس التشخير بيروح. تمام. واهم من كده كمان السمنه. تمام. الوزن الزايد بيبقى احد اسباب حدوث نوم، حدوث صوت اثناء الايه النوم. تمام. تمام. فقدان او يعني تظبيط الوزن دي خطوه اوليه قبل الجراحه كمان، لازم المريض يظبط وزنه كويس قوي تمام علشان يستفيد حتى من الجراحه لو عملنا جراحه. وفي تمام. جزء كبير جدا من الناس بقى بمجرد ما الوزن يقل التشخير بيروح. تمام. بالنسبه للطنين من احد امراض الاذن الداخليه. تمام. اسبابه ايه؟ هو الطنين عرض من اعراض العصب. تمام. وبرضه هنبتدي من اول الشمع اللي في الاذن الايه الخارجيه. تمام. الشمع ده لما يوصل لحد الطبله او يدوس على الطبله يبتدي المريض يحس بصوت غريب في فوت. الصوت ده ممكن يبقى زي الازيز، ممكن يبقى زي الوشوشه. تمام. اللي احنا بنقول عليه بقى الايه الطنين. تمام. طب ناخد اتصال تليفوني ونبدا. اتفضل جدد جنى. اتفضلي يا حاجه. الو. ازيك يا دكتور؟ والله انا عندي بنت ابني كانت بتسمع وهي صغيره، عملنا لها عمليه لودنها فلقينا في ميه، عملنا لها دعامات في ودنها، دعامات عشان السمع والكلام، فتاخرت في الكلام شويه فقالوا وعندها خنفان. تمام. عندها خنفان فقال له لا ما تعملش عمليه اللحميه عشان لو عملتها هتزيد النخفان، الخنفان هيزيد تاني. تمام. بس فانا هل نعملها ولا ما نعملهاش؟ وصوتها فيه خنفان على طول، حتى طريقه الكلام بتاعها مش قوي. تمام. ماشي يا حاج، هرد عليك يا حاج، شكرا ليك. الخنفان ده واضح في الحاله دي ان الخنفان نتيجه لان في مساحه واسعه ما بين خلف الانف والجدار الخلفي. تمام. ده اللي بيسبب الخنفان. تمام. اللحميه هنا بتقلل المسافه دي. تمام. لو شلنا اللحميه المسافه هتزيد فالخنفان هيزيد، فممنوع ان هي تشيل اللحميه. بس في بعض الجراحات دلوقتي تمام اللي بتضيع الخنفان ده ان احنا بنقلل المسافه ما بين اللهاه وما بين الجزء الخلفي من البلعوم الانفي. تمام. اللي هو موجود فيه اللحميه. تمام. فالنصيحه ان احنا ما نشيلش اللحميه، لان اللحميه لو اتشالت هيفضل خنفان ده طول عمره. تمام. ومش هينفع بقى معها العمليات الجراحيه ولا اي حاجه، لكن دلوقتي في بعض العمليات الجراحيه البسيطه
اللي احنا بنضيق المسافه بتاعه البلعوم الانفي، فالخنفان بيتحسن كويس قوي مع بعض تدريبات على الكلام عند اخصائي التخاطب. تمام. لان واضح ان هي برضو ليها علاقه بضعف السمع. فلازم المريض ده ياخد دروس في الكلام والتخاطب، يحسن الصوت وفي نفس الوقت الخنفان يروح. تمام. ما راحش نلجا الى الجراحه البسيطه اللي احنا بنقول عليها. تمام. معانا اتصال. الو. الو. اتفضلي يا حاج. عليكم السلام. اتفضلي يا حاج. الو. الدكتور معاك يا حاج. الشبكه عندك بتقطع يا حاج. طب ارجع لنا تاني، كمل كلامنا يا دكتور. اتفضل. فالاول سبب لاسباب الطنين قد يكون وجود ماده شمعيه في الاذن الخارجيه. تمام. فيبقى علاجها بسيط قوي، موضوع ان احنا بنزيل الماده الشمعيه يا اما بالتشفيط يا اما بالغسيل. ماشي. والحاجات زي كده. التهاب الاذن الوسطى. تمام. لما بيكون في ميه المريض بيبقى سامع صوت الميه وبتعبر عن نفسها بالطنين. تمام. الصديد اللي موجود في الاذن الوسطى لما يكون برضو في طنين، في صديد في الاذن الوسطى، المريض بيحس بنوع من انواع الايه؟ الطنين. ناخد اتصال تليفوني. طيب. اتفضل. استاذ محمود. الو. اتفضل يا استاذ محمود. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. الدكتور معاك. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. لو سمحت، انا بعاني من الجيوب الانفيه، عندي فيها مشكله جامده قوي. ايه الاعراض اللي عندك او تعبك في ايه الجيوب الانفيه؟ كام على فكره كام؟ واتعرض لاي تراب؟ واتعرض لاي تراب حضرتك؟ بكح لان بتنفس وانا نايم، من بتنفس من بقي. تمام. لان زي ما بعاني من الزكام ده على طول، فرحت لكذا دكتور وعملت اشعه مقطعيه على الجيوب الانفيه وما فيهاش حاجه، بس يقول لي ده التهابات ما تعرضش لتراب ومش عارف ايه والكلام ده. فانا عايز علاج قاطع ليها، ويعني مش لاقي لها علاج، يعني اللي يديني بخاخه استعمل اسبوع، الوجع يجي تاني استعمل مش عارف ايه، يعني معاناه، عايز لها حاجه اخلص منها من موضوع الجيوب الانفيه اللي التعب اللي انا بحس بيه ده، وفوقات بتسبب له صداع. تمام. 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 حاضر. تمام. غالبا الحاله دي يعني طالما ان هو عمل اشعه مقطعيه وما فيش التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه، ما فيش صديد، وقالوا له ان ما فيش اي حاجه، دي بتبقى غالبا تضخم في الغضاريف بتاعه الانف. تمام. ودي بتبقى ليها اسباب كتير بقى، التراب والغبار والبخور والعطور والتعرض لحاجات مثلا في شغله بتهيج له العصب بتاع الانف شويه. حشرات الاطفال برضه. حشرات الفراش. طبعا يعني في حاجات كتيره بتهيج الايه لازم المريض ده يمشي على علاج لفترات طويله. تمام. وقد نلجا الى الجراحه. تمام. لكن طالما ان مفيش التهاب مزمن في الجيوب الانفيه، مفيش صديد، مفيش اورام، مفيش. تمام. هو يطمن ما يخافش. تمام. هو عايز حل نهائي، الحل النهائي هو العلاج لفترات طويله. تمام. لازم ياخد علاج لفترات طويله. تمام. وممكن حتى لو هو مثلا بعد الحلقه يبعت لنا الاشعه المقطعيه بتاعته ويبعت لنا تليفونه، احنا ممكن نتواصل معاه وممكن نشوفه. حضرتك موعدك امتى امتى يا دكتور؟ يعني ان شاء الله بيبقى موجود كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 9. تمام. تواصلوا معنا والدكتور تحت امركم في اي حاجة. نكمل اسباب الطنين. يبقى كده احنا قلنا وجود مادة شمعية في الاذن. التهابات الاذن الوسطى. تمام. برضو التهابات الاذن الداخلية بيبقى برضو مصحوبة بالطنين، وقلنا برضو الورم بتاع الاذن الداخلية. تمام. اللي احنا برضو بنطمن الناس ونطمن المشاهدين ان فعلا من فضل الله ان هو بيبقى ورم حميد، ما بيبقاش مزعج. تمام. وسهل السيطرة عليه لانه برضو بيعبر عن نفسه بدري ويتشخص بدري. تمام. وبرضو العمليات بتاعته بتبقى بسيطة وسهلة، ما فيش فيها اي ازعاج ولا اي حاجة. ناخد الاستاذ صابر. اتفضل. اتفضل استاذ صابر. الو. عليكم السلام. دكتور معاك. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. انا والله عندي مشكله، عندي رشح باستمرار. تمام. باستمرار، وعندي دوار جالي مرتين اتنين، ومشيت على العلاج 3 اشهر
دلوقتي عندي دوره وش. تمام. وطي صوت التلفزيون شويه يا استاذ صابر معلش. عندك كم سنة؟ عندي 57. في عندك ضغط أو سكر أو بتعاني من أي حاجة؟ الضغط 140. بتاخد علاج للضغط؟ آه. بتاخد علاج للضغط. بتاخد أي أدوية تاني؟ لا هو علاج الضغط بس هو. طيب. علاج الضغط بس. كويس. حاضر. بالنسبة لي شكرا ليك يا استاذ صابر. رشح باستمرار. حاضر. بالنسبة للرشح طبعا بتاع الأنف ده ممكن يكون حساسية ووش في دماغي. حاضر شكرا ليك. حاضر دي غالبا بقى حساسية ما دام فترة طويلة ورشح مائي ما بيبقاش فيه مثلا صديد ولا أي حاجة فغالبا دي بتبقى حساسية. والحساسية النظام الجديد بتاعها إن إحنا بندي العلاج طول السنة. لازم يمشي على العلاج لفترات طويلة ما يسيبش العلاج ويوقف. واحنا عاملين نظام جديد خالص للحساسيه بتاعه الانف دي بحيث ان احنا نسيطر على الافرازات بتاعه الانف والرشح طول السنه. تمام. وبنقلل العلاج وبنزود العلاج فترات معينه. عاملين نظام كويس قوي بحيث ان المريض الحساسيه ده ما يعمل كنترول للحساسيه طول السنه. تمام. بدون الرجوع للدكتور كمان يعني يلجا الى الطبيب في المضاعفات فقط. تمام. ما يلجأش للطبيب بقى كل أسبوع وكل شهر وكل لا هو لو مشي على النظام الحديث ده. تمام. مش هيروح لدكتور الأنف والأذن إلا في المضاعفات فقط. تمام. بالنسبة للطنين اللي هو بي بي بيحس بيه ده غالبا ده مضاعفة من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم. وبعض الأدوية بتاعت ضغط الدم برضو بتعمل برضو دوخة وكده يعني يتابع أكتر مع دكتور البطنة او برضو لو يحب ان احنا نشوفه واحنا تحت امره ما فيش اي مشكله خالص. تمام. مفيش اي مشكله. بالنسبه لاصوات الدي جي في الافراح او الضوضاء في الشارع بيسبب طنين ولا لا؟ ده بيسبب كمان ضعف في السمع. يعني بعض الناس اللي بيشتغلوا مثلا في المصانع. تمام. بيتعرضوا كل يوم لصوت المكن فترات طويلة. مثلا 8 ساعات في اليوم. بالضبط. يتعرض لأصوات المكن والحاجات اللي زي كده. الناس اللي بيشتغلوا على التليفونات. اللي هو الناس اللي بيردوا على التليفونات بيستخدموا التليفونات بصفة مستمرة برضو دي بتأثر على العصب السمعي. الناس اللي دخلوا حروب. طلقات المدافع والصواريخ والحاجات دي. وطلقات المدافع والصواريخ دي غريبه شويه. وبنشوفها كتير يعني ناس بيبقوا ضباط او جنود وبيبقوا دخلوا حروب وبعديها بكام سنه يبتدوا يشتكوا من ضعف في السمع او طنين في الاذن لان الحاجات دي بتاثر فعلا على العصب السمعي. تمام. والاغرب من كده ان ممكن واحد مثلا يبقى قاعد مثلا في فرح وبعدين ضربه طلقه واحده يعني سمع طلقه واحده هذه الطلقه ممكن تؤدي الى فقدان للسمع نهائي لا رجوع له. طب بسبب ايه؟ العصب مات. ما هو في بعض الناس العصب عندهم حساس. في لدرجه ان ممكن من طلقه واحده العصب يموت. ولذلك طبعا بقى موضوع طبعا. دي الحاجات دي بتبقى فعلا هي نادرة والحمد لله ولكن بنحذر ان يعني موضوع ضرب النار والحاجات اللي زي كده دي يعني لا وغير مصرح بيه هنا في مصر. ما طبعا. اما موضوع الناس اللي بتشتغل في المصانع او الناس اللي بتشتغل على التليفونات دول بنعمل لهم كل وهنا في مصر على فكرة بيتعمل لهم كل 6 شهور مقياس للسمع. طب الوقاية ايه يا دكتور؟ الوقاية هو الكشف المبكر ده لان اي هنا الامن الصناعي عامل القصة دي كويس قوي ان المصانع اللي فيها اصوات عالية. تمام. والناس اللي بيشتغلوا على التليفونات كل 6 شهور بيجونا بنعمل لهم تخطيط للسمع ورسم للسمع. اي واحد نلاقي ان العصب بتاعه ابتدى يتأثر بنغير الوظيفة على طول. تمام. بينتقل الى وظيفة اخرى بحيث ان هو يمتنع تماما على الكده. اما بقى الموضوع الحروب والحاجات اللي زي كده فطبعا دي بتبقى يعني حاجه ما نقدرش نتلافاها لكن بتحصل وبنشوف منها ايه مشاكل كتير. طب والاكتئاب والحاله النفسيه هل لها اسباب من اسباب طبعا
زي ما الانيميا بتعمل دوخه وعدم اتزان، زي برضو ما مرض الاكتئاب نفسه، بل بالعكس كمان الادويه المضاده للاكتئاب الادويه المضاده للاكتئاب بتعمل برضو نوع من عدم الاتزان والدوخه شويه. تمام. وبرضو من فضل الله ان يعني عشان برضو نطمن الناس بقى ما تخافش من اي حاجه، ان احنا عندنا مركزين للتوازن. لما واحد بيتاثر التاني بيشتغل فبيظبط الايه الامور شويه. ودلوقتي في ثوره جديده في موضوع الادويه اللي بتعالج الاتزان والحاجات دي، فالامور بقت اختلفت خالص عن زمان. هل يصيب الطنين الاطفال ولا لا؟ قد يصيب طبعا الطنين الاطفال. الشمع بيعمل طنين في الاطفال، التهابات الاذن الوسطى بما فيها الارتشاح المائي خلف الطبله والصديد والحاجات. طبعا طبعا. بالنسبه لصوت الطنين بيتغير من واحد للتاني، ليه اكتر من صوت، صح ولا لا؟ تمام. الطنين هو الطنين. تمام. يعني سواء عند ممكن سواء ازيز سواء وشيش، الطنين هو الطنين. تمام. يعني زمان كنا بنفرق ما بين كذا، لكن هو الطنين هو الطنين. تمام. زي الازيز طنين. تمام. الوشيش طنين، هو صوت غير طبيعي. تمام. ده تعريف الايه الطنين، هو صوت غير طبيعي موجود في الايه في الاذن. وعلاجه بقى سهل بقى دلوقتي. قد يؤدي لعدم السمع خالص؟ لا، في بعض الامراض. تمام. مصحوبه يعني في طنين، يعني مثلا الناس اللي عندهم سكر وضعف في الاعصاب بيبقى عندهم طنين لكن السمع كويس. في بعض الامراض الاثنين بينزلوا، يبقى السمع ضعيف ومع وجود ايه طنين. تمام. فدي حاجه ودي حاجه. تمام. ندخل في الجيوب الانفيه. خش في الجيوب الانفيه. ايه هي الجيوب الانفيه؟ لان ناس كتير بتفكر ان هي فتحتين الانف. عايزين نوضح ايه هي الجيوب الانفيه. طيب تسمح لي اسالك انا سؤال؟ اتفضل. عندنا كم جيب انفي؟ احنا عندنا 8. تمام. عندنا 8 جيوب انفيه. تمام. الجيوب الانفيه هي فراغات في الجمجمه، في عظم الوجه. تمام. تمام. كلها بتفتح بفتحات على الانف، المثلث ده هو التجويف الايه؟ تمام. الانفي. فاحنا عندنا ادي 1 2 3 4. تمام. 5 6. تمام. وفي 2 جنب الغده النخاميه، يبقى 7 8. تمام. دي الجيوب الانفيه، فراغات في الجمجمه. من الطبيعي ان هي بتبقى مملوءه بالهواء. تمام. لما بتبتدي يخش فيها سوائل او صديد او لحميات او حاجه زي كده، تبتدي بقى الامراض بتاعه الايه الجيوب الانفيه. لكن الجيوب الانفيه اصلا المفروض ان هي بتبقى مليانه هواء. تمام. ودي بنشوفها حتى في الاشعه بيبقى لونها اسود. تمام. اسود يعني ايه؟ يعني هواء. التهابات الجيوب الانفيه اسبابها سريعه. يعني هو طبعا في حاجات بتساعد على حدوث التهابات الجيوب الانفيه. تمام. زي المريض مثلا اللي عنده حساسيه الانف. تمام. بيبقى الغشاء المخاطي بتاعه بقى عنده استعداد اكتر لنمو البكتيريا والميكروبات. تمام. فالتهاب الجيوب الانفيه هو عباره عن وجود صديد في الجيوب الانفيه. تمام. صديد. الالتهاب الفيروسي هو الانفلونزا. تمام. الالتهاب الفيروسي هو الانفلونزا، ان المريض بيشتكي من وجود ماده مخاطيه. تمام. سوري، ماده مائيه، ميه نازله باستمرار، سواء سوائل اماميه او سواء سوائل ايه خلفيه. تمام. بيبقى طبعا الانفلونزا بتبقى مصحوبه بارتفاع في درجه الحراره، بيبقى مصحوبه بعطس شويه، تكسير في الجسم. ده الالتهاب الفيروسي اللي بيجي في الانف والايه والجيوب الانفيه. تمام. الالتهاب الصديدي هو الصديد بقى، لما يبتدي المخاط يبقى لونه اصفر، او يبتدي المخاط يبقى لونه اخضر، يبتدي يبقى فيه بقى صداع شديد، يبتددي يبقى فيه تورم. تمام. فيه. اتفضل. كده خلصت حلقتنا يا دكتور، شكرا ليك. ربنا يخليك. نكمل ان شاء الله في الحلقات الجايه او الحلقات اللي بعدها في يوم الخميس الساعه 12 في برنامج رشيدة كيرزون، ومستنيينكم في الارقام اللي كانت موضحه على الشاشه. السلام عليكم.